تحياتي ليك كابتن شوبير، وخلينا نرحب بدكتور محمد ابو العلا طبيب منتخبنا الوطني. دكتور محمد برحب بيك، ويعني خلينا نبدا من ابرز قصه موجوده في المنتخب الوطني وهي جنش. عايزين نطمن جنش حاليا وضعه ايه، حالته النفسيه بعد الاصابه، هل اثرت عليه نفسيا او لا، وبعد الاصابه على طول الاجراءات اللي خدتوها لغايه النهارده. ازيك خالد، ايه الاخبار؟ وتحية كابتن شوبير طبعا. محمود امبارح اللي كان موجود في التمرين شاف الموضوع، هو يعني تروماتيك انجري او اصابه يعني زي حادثه، بينزل من جامب نزل نزول خاطئ على رجليه، حصلت اصابه. طبعا هو اتالم جامد، احنا يعني يمكن ما شفتش اللقطه، انا كنت واقف مكاني ده هنا، واللقطه طبعا عند تمرين حراس المرمى هناك. اتالم جامد بشده، رحنا عليه بسرعه، مبدئيا شكينا ان في حاجه في وتر اكيلس. الحمد لله كان الامور كانت ماشيه كويس، يعني تصرفنا بسرعه جدا، اسعاف على طول، طلعت التنين كان شغال، المقادير شغال، غادر مع الدكتور احمد مطر، كلمت المستشفى، ومستشفى قريبه مننا جدا هنا، بصراحه بحب اشكرهم لان هم سهلوا لنا كل حاجه امبارح. طلع معايا الدكتور احمد بعد 15 دقيقه بالظبط، كان عندي الاشعه العاديه المبدئيه، اطمنت ان الحمد لله مفصل الكاحل والعظم ما فيهوش مشاكل. دخل على طول على اشعه الرنين، كنت انا في اخر التمرين، مشيت انا من هنا على طول على المستشفى، ما كانش ينفع ارجع طبعا على الفندق الاول، رجعت على طول، طلعت على المستشفى على طول، كان اوريدي بيعمل رنين، اتاكدنا من وجود قطع في وتر اكيلس، اتعمل له الاسعافات الاوليه في المستشفى، ورجع معانا على الفندق بالليل، حطينا له جبينه مبدئيا تثبت الوضع. الجبينه دي احنا غيرناها النهارده بين ووكر او بين كاست، يعني حاجه اسهل شويه من الجبينه واحسن لوضع رجليه، وان شاء الله كمان تساعده لو هينك الطياره ان شاء الله تحافظ على رجليه بس. وابتدينا على طول، فكلمت مع الدكتور محمد اسامه مباشره طبعا بعد اول اشعه، وتناقشنا في الحاله، واتفقنا ان هو افضل حل ان هو يتوجه لالمانيا ان شاء الله رب العالمين، هيعملها هناك مع المفروض واحد من احسن جراحين القدم والكاحل في العالم، الراجل ده هو المسؤول عن جراحه القدم والكاحل لنادي بايرن ميونخ ماركوس فالتا. ف وتم الحجز اوريدي الحمد لله الميعاد، وجنش ان شاء الله بكره رايح السفاره، ربنا ييسر الامر باذن الله. في مجهود جبار اتعمل الحقيقه من امبارح بالليل لحد النهارده من المهندس قبل هيطه، علشان كل حاجه تبقى جاهزه، لان السبت النهارده اجازه في السفاره، بكره اول يوم شغل، هيبقى ان شاء الله محمود موجود بكره. ربنا يكرم ان شاء الله والتاشيره تطلع على طول ويسافر مباشره باذن الله تعالى. بالنسبه لمحمود جنش ما شاء الله عليه، بسم الله ما شاء الله، ثابت جدا ما شاء الله، راضي جدا. مش انا بصراحه عمري ما شفت حد مصاب كده الحقيقه، يعني ما شفتش خالص حد بالرضا وبالهدوء ده، ومتقبل جدا الوضع، وعارف ان هو قضاء ربنا سبحانه وتعالى. عرفنا ان هو محمود جنش بعد الاصابه طلب من الجهاز الفني ان هو يكون متواجد في المنتخب، يكون موجود مع زملائه في مباراه اوغندا ويطمن على المنتخب، وبعد كده يتجه للعلاج. عايزين نعرف منك يا دكتور برضو باقي اللاعبين، هل في اي اصابات، في اي اجهادات لا قدر الله قبل مباراه اوغندا او لا؟ لا الحمد لله رب العالمين، بقيه المجموعه بخير ان شاء الله، ربنا يكرمنا بكره في المباراه باذن الله تعالى. محمود فعلا طلب ان هو ما يغادرش المعسكر، وان يفضل موجود معنا لحد ان شاء الله بعد مباراه اوغندا، وربنا ان شاء الله كل اللي نتمناه انه يرجع لنا بالف سلامه اقوى واحسن باذن الله تعالى. دكتور خلينا نطمنا بس على حاله جنش والقطع في وتر اكيلس، بياخد تقريبا وقت قد ايه في العلاج الجديد؟ هل بيكون 6 شهور ولا 5 شهور ولا؟ يعني هو مبدئيا علاج وتر اكيلس بيبقى من 4 ل6 شهور بس، طبعا كل ده هيتضح وهيبان اكتر بعد اجراء الجراحه نفسها، لان بعد اجراء الجراحه حسب التكنيك او المانوفر اللي هيتعمل هتبقى ان شاء الله فتره الغياب باذن الله تعالى. ان شاء الله دكتور بشكرك جدا، اتمنى طبعا التوفيق والسلامه لكل لاعبتنا ان شاء الله. شكرا، شكرا خالد، شكرا جزيلا.